طب مساء 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 طب تاني مساء مساء، السلام عليكم يا مساء الفل يا مساء الجمال. النهارده هنتكلم على الفصل السابع والاخير، انقضاء تصفية الشركة. ان شاء الله باذن الله نكون الدنيا خلاص بقى، المفروض ان هي وضحت والمفروض ان هي بقت جميلة ولذيذة وزي الفل. الموضوع النهارده برضو مش هيخرج كتير عن في شوية معلومات جديدة، بس مش هيخرج كتير عن اللي احنا قلناه الست اصول اللي فاتوا. وان شاء الله باذن الله يكون فصل خفيف لذيذ عليكم. اتمنى بعد ما نخلص بقى المفروض الفصل ده يكون في كتاب التطبيقات تحت الفيديو، يكون في بقى حل امثله، ويكون في شغل منكم، ويكون في تواصل لو في اي حاجه وقفت معاكم، ولو في اي حالات خاصه. يعني احنا اخذنا الموضوع بلق كده من فوق، شفنا اغلبيه الجامعات، اغلبيه الكتب برضو عدينا عليها سريع مش بالتفصيل، دماغنا مش هتجيب يعني، لكن اخذنا الماده من اكتر من حته وبدانا نشوف ايه اللي ممكن يكون هو ده السائد عند كل الناس. يعني بنسبه زي ما قلنا 80% مثلا كده خلاص الماده خلصت في على مستوى كل الجامعات. الفرق بقى اللي هو ال 10 او 20% اللي باقيين، لو في اي حاجه موجوده في عندك احنا ما ذكرناهاش او احنا ما علمناهاش او احنا ما شرحناهاش، اكتبها لي تحت الفيديو او ابعتها لي باي طريقه. ان شاء الله باذن الله ممكن نجمع كل الحالات الخاصه ونبدا نعمل لها سواء فيديو او حاجه نبدا نشرحها من جديد. وان شاء الله باذن الله برضو عندنا شوية مراجعات، بس دي في يعني قدام شوية بإذن الله هنخلصها وهنعلن عنها برضه، وهنشوف هنشتغل المراجعات إزاي. يلا بينا بقى نلف الفيديو ونشوف هنشتغل إزاي النهارده. الفصل السابع النهارده هنجيب ارض الشركه، خلاص كده هنشوف ايه الحالات اللي ممكن يبقى فيها انقضاء وتصفيه الشركه. وزي ما شايفين كده ممكن نقراهم سريعا، هنشوف فيه اسباب انقضاء شركه التضامن واشهار انقضاء شركه التضامن، الصور المختلفه لانقضاء شركه التضامن، اجراءات تصفيه شركه التضامن، المشاكل المحاسبيه للتصفيه السريعه. اعتقد ان لحد هنا كده ده الجزء اللي هيبقى نظري وفيه رغي وكلام كتير. نبدا من هنا بقى المعالجه المحاسبيه لتحويل الاصول الى نقديه، المعالجه المحاسبيه لبيع الاصول، تحصيل الديون وشويه حالات خاصه، وبعد كده المعالجه المحاسبيه لسداد الالتزامات. يعني من الاخر كده ازاي هنبيع الحاجه اللي عندنا، وازاي هندفع الفلوس اللي علينا، وايه الاول يدفع وايه الاخر يدفع، وهنشوف الكلام ده كله بشكل تفصيلي. طيب اول حاجه اسباب انقضاء شركه التضامن، ايه هي الاسباب اللي هتخلي الشركه ما تكملش؟ اولا بيبقى في العقد او اي عقد اتوجد بيبقى ليه مده محدده ممكن ينتهي فيها العقد او الشركه لو هو خاص بشركه يعني، وزي عقد الايجار كده، زي عقد الايجار بيبقى عقد عباره عن مثلا عقد لمده كام سنه قابل للتجديد. طبعا اكيد الهدف الاساسي من الشركه الاستمراريه، فبعد الخمس سنين لو حضرتك المفروض ما جددتش بيستمر العقد عادي جدا، لكن عادي جدا ان احنا نقول بعد مثلا يعني خمس سنين مكتوبين في العقد احنا مش هنكمل في الشركه ديت، فبالتالي هيبقى ده سبب من اسباب انقضاء الشركه، او اتفقوا مع بعض ان هم خلاص كشركاء يقفلوا الشركه سواء قبل المده دي او بعد المدة، في أي وقت اتفقوا إن هما ما يكملوش خلاص شكرا بتنتهي الشركة. لو في واحد فيهم مثلا زي ما قلنا في الانفصال ألف وب وجيم، جيم خرج، لو ب كمان خرج أو لو ألف كمان خرج أو عايز هو كمان يخرج،
فكده هيبقى شريك واحد، فكده يعتبر كل الحصص بتاعت شركاء المتضامنين هتروح لشريك واحد فقط، وده ما ينفعش شركه تضامن الشركه تقع، سواء بقى هيحولها لشركه ثانيه او شركه فرديه او مشروع فردي او بتاع كل ده. بس المهم عندي اللي هي اول خطوه ايه؟ شركه التضامن وقعت، تمام؟ شركه التضامن انتهت، انقضاء الشركه، يعني الشركه ما بقتش موجوده. نعمل ايه بقى في الجديد؟ ده حاجه ثانيه خالص، المهم ان انا اوقع الشركه كلها واصفيها، تمام؟ طيب لو الفلوس خلصت، احنا كنا المفروض حاطين راس مال وفي مشكله في الكاش فلو، مش عارفين نتحرك، مش عارفين بالتالي ننتج، مش عارفين نشتري حاجه، علينا فلوس كتير، وبالتالي خلاص كده بنوقف شغل ونقول يلا بينا نصفي الشركة، أو ممكن كمان بأحكام قضائية إن هي أوامر إن الشركة تقفل بأي صورة بقى أيا كان، سواء قضايا أخلاقية أو قضايا من نوع تاني مالهاش علاقة، المهم إن يبقى حكم قضائي بإغلاق الشركة أو بتصفية الشركة، أو الشركة تتباع لو أنا ألف وب وجيم اتفقنا إن في شركة تضامن أكبر وفي شركة مساهمة عايزين نبيع الشركة دي ونخش في الشركة المساهمة، بالتالي برضو ده يدعو لتصفية الشركة. ممكن بقى الأسباب الخاصة دي كده أسباب عامة. الأسباب الخاصة انسحاب أحد الشركاء، اللي هو لما يبقوا اتنين وينسحب واحد فيتبقى واحد كده برضو تنتهي الشركة، أو وفاة وإعصار، مش إعصار اللي هو الميه والهواء والكلام ده، لا ما كنتش معاه فلوس، ما ماشي اعصاب السين يعني السين والصاد في الحمام، او افلاس او الحجر على احد الشركاء، ده برضو يوقع الشركه، ودي من الاسباب الخاصه بالشركه. طيب ازاي بيتم اشهار انقضاء شركه التضامن؟ زي بالظبط ما عملت في عمليه الاشهار وانا بكون الشركه، هعمل وانا بصفي الشركه. لو فاكرين انا عملت ايه وانا بسجل الشركه وهبدا النشاط، رحت لكل الجهات الحكوميه الخاصه، عملت العقد، وثقت العقد في المحكمه، فبقى في كيان اسمه شركه كذا، رحت خدت العقد ده وطلعت بيه على مصلحه الضرايب وقلت لهم والله انا هبدا نشاط نوعه كذا وفي المكان الفلاني والطريقه الفلانيه، وخدت الورق ده وطلعت على السجل التجاري واخدت كمان سجل تجاري، وبالتالي كده يبقى في عمليه اشهار للشركه، وممكن كمان يكون في بند اشهار، سواء ان انا اعمل اعلان مدفوع في جريده من الجرايد او الجريده الرسميه للبلد اني في شركه تضامن هتتفتح او اتفتحت بكذا كذا، اجراءات روتينيه، تمام؟ طيب الصور المختلفه لانقضاء شركه التضامن، التصفيه او الانضمام، تمام؟ سواء الانضمام بشركه اخرى او انضمام بشركه مساهمه، تمام؟ يعني في اكتر من صوره للانقضاء، التصفيه اللي هي هجيب شركه ارض، او ان انا كالف و ب مثلا هنضم لشركه جديده، او هنضم لشركه مساهمه، يعني سواء الشركه الجديده دي اي نوع او الشركه مساهمه، تمام؟ الف و ب و ج شركه تضامن، عايزين يضموا كمان على شركه تضامن، اعرف دول حقوقهم والتزاماتهم ايه، وهاخد حقوقهم والتزاماتهم واضيفها على حصص راس المال بتاعت الشركه الجديده، وخلاص على كده انضموا وعملوا شركه جديده، فلازم الشركه القديمه تقع والشركه الجديده يتم فيها تعديل اكنه عمليه انضمام شركه، تمام؟ طيب الانضمام لشركه مساهمه برضه نفس القصه، هموت الشركه بتاعتي اللي هي شركه التضامن، وهاخد الشركاء دول اعرف حقوقهم والتزاماتهم ايه، اضم كل الشركه دي لشركه مساهمه، واخلي الناس اللي هم الشركاء دول حاملين اسهم في الشركه الجديده، ودي طرق اجراءات تصفيه شركه التضامن، تمام؟ طيب اجراءات التصفيه هنا، اجراءات التصفيه زي بالظبط كده اعاده التأهيل،
يعني هي بالظبط زي ما عملنا في اعاده التقدير، عملنا ايه في اعاده التقدير؟ جبنا خبير من بره، تمام؟ في التصفيه برضه هنجيب خبير من بره. في اعاده التقدير بيجي على طالب من المركز المالي زي ما احنا عملناها وعارفين، ونقول والله الاصول دي قيمتها قد كده، ده حصل فيها زياده، حصل فيها نقص، حصل فيها ربح، حصل فيها خساره، وبنلم الكلام ده كله، وبنلم الكلام برضو اللي في الالتزامات، ونحطه فين؟ في حساب اسمه حساب اعاده التقدير. نتيجه حساب اعاده التقدير ده مدين ودائن، فبيخرج حاجه اسمها ربح او حاجه اسمها خساره اعاده التقدير. بناخد الخساره او الربح ده نعلي بيه راس المال او نخفض بيه راس المال، تمام كده؟ او بنحمله يعني على حصص الشركاء اللي موجودين عندي، صح؟ نيجي في التصفيه، التصفيه حاجه مختلفه شويه بس نفس الفكره. التصفيه يعني ايه؟ التصفيه يعني هبيع كل حاجه. طيب بيبقى في عندي نوعين من التصفيه، يا اما هبيع كل الاصول مره واحده، تمام؟ في واحد جه قال والله انا عايزين الشركه كده كده بيع كل اصولها، تمام؟ وهدفع كذا، تمام؟ هدفع كذا دي الرقم ده ما ينفعش يقفل كل اصل على حده، يعني مش هاجي اخد مثلا عندي اساس وعندي بضاعه وعندي عندي حاجات كتير وعندي مبنى وعندي سيارات وكده، الراجل جه قال هدفع 100,000 جنيه، تمام؟ ما ينفعش اخد بقى 100,000 واقفل حساب السيارات، واخد من ال 100,000 اقفل حساب الاساس، واخد من ال 100,000 اقفل حساب كذا، لا، بتتقفل كلها مره واحده، كل الاصول بتتقفل مره واحده، وكل البيع بيتسجل، ال 100,000 دي بتتسجل مره واحده، تمام؟ في حاجه اسمها ايه بقى؟ مش حساب اعاده التقدير، بيبقى حاجه اسمها حساب التصفيه. حساب التصفيه هنشرحه دلوقتي بالتفصيل. طيب نيجي للمشاكل المحاسبيه للتصفيه السريعه. طبعا التصفيه السريعه دي انا النهارده عايز ابيع وعايز اخلص الشركه من اللي عليها، بتحصل شويه مشاكل اكيد وانا شغال، ما بتبقاش العمليه بدقه شديده جدا لنتيجه الاستعجال، ممكن تظهر هنا شويه مشاكل. هنتعرف على المشاكل دي ونحاول مع بعضينا ناخد اكبر قدر من المشاكل عشان نبقى عارفين معالجتها عامله ازاي. المشاكل المحاسبيه للتصفيه السريعه لما حولنا كل اصول الشركه لفلوس ونسدد كل التزاماتها ونشوف ايه اللي ليه وايه اللي عليه من الحقوق بتاعه الشركاء، لان احنا فاكرين ان الشركاء دول شركاء متضامنين. شركاء متضامنين يعني ايه؟ يعني التزامات الشركه ممكن تطول عالي جدا فلوسهم الخاصه، وبالتالي لازم اسدد كل اللي على الشركه الاول وبعد كده اشوف كل واحد فيهم ليه ايه وعليه ايه. طيب المعادله المحاسبيه لتحويل الاصول الى نقديه، وكده هنخش بقى في العملي، هنخش في القيود والمعادله المحاسبيه ومن الى، وبعد كده تحصيل الديون التي للشركه طرف الغير وبرده الديون المحاسبيه، وبعد كده المعادله المحاسبيه لسداد الالتزامات. طيب خلينا نشرح زي ما قلنا زي ما احنا متعودين على قائمه مركز مالي. ده كده الطبيعي، ده كده الراجل الداخلي اللي ممكن تقعد تقرا فيه مع حالك، تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف حالنا احنا، قائمه المركز المالي طريقتنا احنا هتبقى يعني في الشرح عامله ازاي. هنا بيبقى فيه جانب الاصول، تمام؟ سواء ثابته أو متداولة، تمام؟ وهنا في حقوق ملكية، وهنا في التزامات، صح كده؟ طيب الأصول هنا الثابتة والمتداولة، أو خلينا في الثابتة الأول، بيبقى فيها أصل والإهلاك بتاعه، صح كده؟ الأصل والإهلاك بتاعه. لو فرضنا إن الأصل الأولاني 100,000 والإهلاك بتاعه 20,000، حلو؟ والأصل الثاني 80,000
والإهلاك بتاعه برضه 20,000. تمام؟ إحنا المفروض جايين على الشركة وهي كده، وهنبدأ نعمل تصفية للشركة. طبعًا هيبقى هنا في مثلًا نقدية، وفي بضاعة، وفي أي حاجة بقى، كل الأنواع اللي هما دي، كل اللي أنت عايز تكتبه هنا اكتبه في القايمة بتاعتنا. أصول ثابتة، أصول متداولة، وفي هنا شوية التزامات دائنين وأوراق دفع وحقوق الملكية في رأس المال، ورأس المال ده حصة ألف، وحصة الشريك ب، وحصة الشريك ج. تمام؟ مثلا طيب المفروض، وانا بعمل اعاده تقدير زي ما قلنا، هنشيل من هنا ونحط هنا، نشوف الفرق اللي هيحصل في الاصول، لو زياده هنضيفه على راس المال، لو عجز هناخده من حساب راس المال، علشان الموضوع يبقى متوازن. طب انا اصلا مش عايز يبقى في قائمه مركز مالي، ده انا داخل عليها هدها، داخل اعمل حاجه اسمها التصفيه. يبقى الحل ايه؟ الحل اني هبيع كل الاصول دي، هبيع كل الاصول علشان احولها لايه؟ عشان احولها لنقديه. تمام؟ شفت البدايه بتاعت الشركه كانت عامله ازاي؟ البدايه بتاعت الشركه كانت الاصل في الاساس ان الناس بتيجي ترمي لك فلوس وتقول لك والله اتفضل دي حصتي في راس المال، يجي التاني يقول لك والله اتفضل دي حصتي في راس المال. تمام؟ وكان في امكانيه كمان ان انت تجيب اصل، فكنت بساوي الاصل ده بالفلوس، فاقول له والله انت حصتك 100,000 جنيه، انا عايز اصول منك ب 100,000 جنيه، يقول لك اتفضل اصول ب 100,000 جنيه، اخد الاصول اقدمها كحصه راس المال، اللي هي تقديم اصول عينيه في تكوين راس المال، او ان انا اقدم شركه، فاخد الاصول ناقص الالتزامات يطلع لي الرقم، الرقم ده المفروض يكون بيساوي حصه الشريك جوه الشركه الجديده، فاخد الشركه دي واحطها عندي كحصه راس المال للشريك المنضم دي، او اللي انا بكون له راس المال. تمام كده؟ العمليه عكسيه بقى وانا بصفي، انا عايز اخد كل الاصول دي وكل الفلوس اللي اتدفعت دي واحولها كلها لفلوس. ليه؟ عشان اسدد بيها الالتزامات، واسدد بيها بعد الالتزامات حقوق الملكيه. تمام؟ يعني انا الاول هسدد كل اللي عليا كشركه، احول كل ده لفلوس، وبعد كده ما احول كل ده لفلوس اروح رايح هنا شايف الالتزامات اللي على الشركه ايه، واخد الالتزامات اللي على الشركه وبعد ما اخلص الصافي بتاعها واطلع على حقوق الملكيه واقول والله انت ليك كام وانت ليك كام وانت ليك كام كحصص للشركة، ولو ما تبقاش فلوس كتير هتشوف هتوزع ازاي، ولو اتبقى حاجه تكفي حصص راس المال نشوف هتوزع ازاي، ولو ما بقاش فلوس خالص هنشوف المعالجه بتاعتها عامله ازاي. بس في حاجه برضه عايز اقولها قبل ما نخش عليها بقلب جامد، هنا زي ما قلت كده في اصل وفي اهلاك، وهنا في اصل وفي اهلاك. في امثله بيجي يقول لك والله التصفيه تمت، بيع كل الاصول طبعا ما عدا النقديه، بيع كل الاصول اللي موجوده هنا، عربية كانت خدت شالت كل الاصول وكل البضاعة وكل حاجة، شالت كل حاجة طبعا بعيدا عن المدينين يعني، وممكن المدينين تخش معايا في المثال، ممكن واحد يجي يشيل كل حاجة في الشركة وياخد مثلا لو في اوراق قبض هو يصرفها، ولو في مدينين ممكن يدخلها تحت شركة جديدة مثلا او اي حاجة من دي. المهم ان هيبقى في بيع لكل الاصول، وكل الاصول دي عندي انا فخلت المركز مالي كانت عامله توتال مثلا هنا 150,000، الراجل ده هيدفع 100,000 جنيه وهيشيل كل الاصول دلوقتي. تمام؟ فاكر الحته بتاعه المشاكل المحفظه للتصفيه السريعه؟ ما هي دي التصفيه السريعه، التصفيه السريعه معنى كده ان هيظهر مشاكل. تمام؟ لما هيظهر مشاكل انا المفروض احل المشاكل دي واعالجها. اول خطوه في حل المشاكل بتاعه التصفيه السريعه اني انا دلوقتي عندي مجموعه من الارقام او مجموعه من الحسابات، اصل واهلاك،
اصل وهلاك، انا عايز اقفل ده الاصل ده، وعايز اقفل الهلاك ده، وعايز اقفل الاصل ده، وعايز اقفل الهلاك ده، اعمل ايه؟ اخد كل الحسابات دي بكل ارقامها واقفلها في حساب التصفيه. فاخد كل الاصول هنا، الاصول دي مدينه، الاصول مدينه صح كده؟ لما اقفلها تتحول لايه؟ للجانب الدائم، يبقى من حساب التصفير الى حساب كل الاصول. تمام؟ الاصل ده والاصل ده، ولو في اي اصول ثانيه دخلت معايا في البيعه. تمام؟ طيب الاهلاك لو فاكرين، ما هو دي حسابات برضه، حساب الاهلاك ده حساب، وحساب الاهلاك ده برضه حساب. تمام؟ عايز اقفل الحسابات بتاعت الاهلاكات دي، اعمل ايه؟ الاهلاك عكس الاصل على طول، الاهلاكات او المخصصات عكس طبيعي الاصول. فلو القيد بتاع الاصول كده، يبقى طبيعي القيد بتاع الاهلاك من حساب مخصص الاهلاكات الى حساب التصفيه، هرمي كل الاهلاكات في التصفيه. تمام؟ ليه بقى؟ برضو خلينا نبص على الموضوع من فوق شكله عامل ازاي. عايزين دي تاني، هناخد القيد التاني بتاع قفل الاهلاك من حساب كل الاهلاكات الى حساب التصفيه صح كده؟ طيب لما تيجي تبص على حساب التصفيه في دفتر الاستاذ، لو فرضنا ان انا هنا كده دي النهايه بتاعتي، فرضنا ان هي دي النهايه بتاعتي، مش هشتغل تاني في حاجه. تمام؟ تعالى نبص على حساب التصفيه او بناخد لقطه دلوقتي. انا عايز ارحل القيد ده، ده حساب التصفيه، وده الطرف بتاع حساب التصفيه مدين، اقف على الجانب المدين واكتب السبب اللي خلاه مدين كل الاصول صح كده؟ يبقى هنا في الجانب ده، في الجانب المدين هيظهر فيه كل الاصول الى حساب كل الاصول صح كده؟ بكل ارقامها. نيجي للاهلاكات او مخصص الاهلاك او حسابات الاهلاكات، تظهر فين؟ برضه نفس الطريقه الى حساب التصفيه، اقف في حساب الدائم، اقف في الجانب الدائم في حساب التصفيه صفحه الاستاذ، واروح قال السبب اللي خلى حساب التصفيه ده دائم، اللي هو ايه؟ من حساب كل الاهلاكات صح كده؟ تمام. طيب في الطبيعي في دفتر الاستاذ بنعمل ايه؟ بناخد الرقم الكبير الاعلى صح؟ وهنفترض هنا ان الاصول هي اللي اعلى صح كده؟ ونكتب رقمها في الناحيتين، وبعد كده نشوف الجانب الاقل اللي هو ده، ونطرح منه الرقم اللي هنا اللي انا جبت الاجمالي بتاعه ده، نطرح منه الرقم هنا علشان نجيب رقم هنا يبقى مكمل للرقم ده صح كده؟ فلو هنا كل الاصول ب 100,000 مثلا، وكل الاهلاكات فهنا يبقى عندي 100,000 في الناحيتين، وكل الاهلاكات عملت 60,000، لا مش بتكتبش هنا بقى 60,000 فوق هنا كده، يبقى الرقم اللي انا عايزه هنا علشان اوصل لل 100,000 كام في الجنب ده؟ 40,000 صح كده؟ علشان الجنبين يبقوا فعلا 100,000، فده مجموعه 100,000 وده ما فيهوش غير 60، احط له 40 هنا حاجه اسمها رصيد صح؟ علشان لما اجمع 60 و40 يوصلوا ل 100، اجي بعد كده اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها رصيد موحد، يروح المنطقه الثانيه صح كده؟ طيب او اني اخش كمان ادفع نقد ايه؟ سيبك انت بقى من النقطه بتاعت الترحيل، احنا كده فهمنا منطقيه ليه هنا كل الاصول هتتحط في حساب التصفيه وكل الاهلاكات هتتحط في حساب التصفيه. هي اني وانا بعمل اعاده التقدير اقول لك والله 100 ناقص 20 يديني 80، مش احنا كنا بننقص الاصل من الاهلاك ونحط الصافي؟ طب ما انا هنا نقصت كل الاصول ما
ناقص كل الاهلاكات، نفس القصه بالظبط، نفس الطريقه بس مره واحده. وفي طريقه ثانيه للتصفيه اللي هي ايه؟ اللي هي هبيع كل اصل على حده، هعمل فيها ايه؟ برضه هطرح كل اهلاك من كل اصل خاص بيه، بس هشتغل على مجموعه مجموعه، الاصل واهلاكه مع بعض، الاصل واهلاكه مع بعض. نرجع تاني للحته دي قبل الترحيل خلاص، قبل الترحيل نشيل دي خالص. حلو الكلام؟ جيت هنا وقلت لك ان كل الاصول اتباعت، كل الاصول اتباعت ب 50,000 جنيه. كل الاصول اتباعت ب 50,000 جنيه، طيب كل الاصول اتباعت ب 50,000 جنيه، كل الاصول، معنى كده ان القيد بتاعي بقى ايه؟ 150,000 جنيه، دي حساب النقديه. تمام؟ والنقديه ايه؟ مدينه. وطالما النقديه مدينه وزادت ب 50,000 يعني هتفضل ايه؟ هتفضل مدينه. تمام؟ يبقى من حساب القيد بتاعي من حساب النقديه. طيب انا بعت ايه؟ بعت اصول. طيب حساب الاصول هو ايه؟ ما هو مفيش اصول، ما خلاص انا قفلت كله في حساب التصفيه. يبقى حساب التصفيه ده حساب وسيط، تمام؟ معايا في كل الاصول ومعايا في كل الاهلاكات وهيبقى معايا كمان في عمليه البيع. يبقى لما بعت احط الفلوس بتاعتي فين؟ بالظبط في حساب التصفيه. احط الفلوس بتاعتي في حساب التصفيه، فاجي ارحل ده كمان القيد ده اجي ارحله، هقف على الجانب الدائم. وايه اللي خلى الجانب الدائم ده؟ ايه اللي خلى الجانب الدائم حساب التصفيه ده دائم؟ النقديه. يبقى من حساب النقديه، صح كده؟ قبل الرصيد ده خالص بقى. طيب بكام؟ 50,000. ايه ده؟ ده انا بقى الاجمالي عندي هنا 110 والاجمالي هنا عندي 110، بس هنا الاصول ب 100,000 بس، يبقى هنا في 10,000 رصيد. يبقى لما اخد الرصيد ده واجيبه هنا تبقى ارباح. يبقى حساب التصفيه يتقفل فين؟ في حساب الارباح والخسائر. بايه؟ بال 10,000 جنيه الفرق. ليه؟ لان كل الاهلاكات اللي عندي عامله مجموع 60,000، وكل الاصول اللي عندي عامله مجموع 100,000. 100 ناقص 60 يديني كام؟ 40,000. يعني عدد الاصول دي اللي عندي تتباع بكام؟ ب 40، انا شاطر بعتها ب 50. تظهر هنا حالات بقى المكسب والخساره نتيجه التصفيه. فبعتها ب 50 يبقى انا كسبت كام؟ 10,000 جنيه. ال 10,000 جنيه دي المفروض تروح لايه؟ لحساب الارباح والخسائر. علشان اجيب حساب الارباح والخسائر وابدا اقسمه هنا، او اجيب حساب التصفيه اخليها في حساب التصفيه وابدا اوزع ارباح التصفيه على الحسابات دي. دكاتره بتعملها كده ودكاتره بتعملها كده. تمام؟ طالما في النهايه ده الحساب الاخير يبقى عادي جدا من حساب التصفيه الى حساب راس المال حقوق الملكيه واوزع على طول على راس المال. وفي دكاتره تعمل ايه؟ تاخد من حساب التصفيه الى حساب الارباح والخسائر، وبعد كده تاخد من حساب الارباح والخسائر الى حساب راس المال حصص الشرطه 1 و2 و3 وتبدا توزع. بتحشر حساب الارباح والخسائر في النص، مش مهم، بس احنا المهم ان احنا نكون فهمنا القصه بتاعه التصفيه. برمي فيها كل الاصول، برمي فيها كل الالتزامات، و أو هو بيبقى حساب وسيط معايا في كل الأصول وكل الالتزامات. وشرحنا هنا كل الأصول إزاي، بنرمي كل الأصول فين، بنحط كل الإهلاكات بتاعتها فين، ولو ادعت نقدي بنحط النقدية فين. وبالطبيعة كده من غير لسه ما نشرح قيود ولا أي حاجة، لسه هنبدأ، ما تقلقش إن شاء الله أشرح. أنا بوري لك المنظر من فوق، بوري لك المنظر من فوق شكله عامل إزاي. يبقى أنا خلصت من كل الأصول، كل الأصول بقت دائرة فقفلت الحته دي، فتخيل كده قيمه المركز المالي معايا، رحت شايل الاصول السابقه، ما هي اتقفلت كل الاصول والاهلاكات بتاعتها، ليه؟ ما هو اتقفلت، ما انا دخلت في الجانب الدائري هنا قفلت بيها كل الاصول، ودخلت قيم نفس القيم في الاهلاكات قفلت بيها كل الاهلاكات، يبقى كل دي انتهت، هي دي التصفيه. هي دي التصفيه، يعني بقفل الحسابات خلاص، الاصول كلها قفلتها، ما بقتش ظاهره،
الاهلاكات كلها قفلتها، ما بقتش زرع. البضاعه هتتباع. المدينين هتتباع. يبقى لي ايه هنا؟ يبقى لي نقديه. الاعمال حصاله واحط فيها كل حاجه، ابيع فيها رسوم ثابته احط، ابيع فيها رسوم متداوله احطها هنا. جمعت النقديه؟ ده برضه بوري لك المنظر من فوق. جمعت النقديه؟ طب تعالى نجمع النقديه بطريقه ثانيه. طيب نفس القصه بالظبط في حساب التصفيه ده، حساب التصفيه ده داخل معايا في كل شيء. حساب التصفيه داخل معايا في كل شيء. طيب انا هبيع فاكر الاصل واهلاكه، الاصل واهلاكه في واحد جه قال انا هشيل الاساس. انا مش عايز منك غير الاساس. واحد تاني جه قال والله انا هشيل العقار اللي عندي، انا هشتري المبنى بتاعك. واحد تاني قال هشيل، يعني بتتباع الاصول ايه؟ فرضاني. الاصول بتتباع فرضاني. طيب هنعمل ايه في الحاله دي؟ هنقول احنا عايزين نقفل، انا كشركه عايز اقفل حساب الاصل. تمام؟ الاول انا عندي اهلاك للاصل ده. عندي مثلا اساس ب 50,000 وعندي اهلاك للاساس 20,000. واحد جه قال لي والله انا هشتري منك الاساس ده ب 35,000. حلو الكلام؟ كمله ب 35,000. انا سجل العمليات دي ازاي وانا بعمل تصفيه؟ طيب اولا لازم اقفل الاهلاك ده في الاساس ده. مش انا كنت بقول 50 ناقص 20 يبقى 30 في قائمه المركز المالي. انا عايز بقى اثبت ده واقفل الحسابات دي. هقول من حساب الاهلاك عايز اقفل الاهلاك، عايز اقفل الحساب ده خلاص ما بقاش ليه لازمه ولا هيبقى ليه لازمه دلوقتي فيتقفل. هو دائم. اخليه ايه؟ اخليه مدين من حساب الاهلاك الى حساب، اقفله فين؟ اقفله في الاساس الى حساب الاساس. دي من كام؟ دي من 20. يبقى كده انا دخلت او خليت حساب الاساس دائم بقيمة 20 وهو مدين ب 50، يبقى الفرق كام؟ 30. يعني طرحت ال 50 من ال 20 عشان يتبقى في الحساب 30. فهنا حساب الاساس بقى 30,000. حساب الاساس بقى 30,000. تمام؟ طيب في طريقتين برضه. انا بعت ب 35، بعت ب 35. حلو؟ في ناس بتعمل كده. يعني هنا 30، انا لما بعت ب 35 في مكسب 5، في مكسب 5,000 جنيه. في ناس بتحط ال 35,000 في حساب الاساس وبعد كده بتاخد الخمسه وتوديهم لحساب التصفيه. وفي دكاتره بتعملها خطوه واحده، والخطوه الواحده دي اسهل بكتير. فهيبقى ايه؟ اولا انا عندي 35 نقديه. الراجل هيجي يدفع لي نقديه، يعني النقديه هتزيد، يعني هيبقى من حساب النقديه بقيمه كام؟ بقيمه 35. طيب انا عندي الاساس بكام؟ ب 30. طيب ايه الاصولين؟ حساب الاساس صح؟ بقيمه كام؟ بقيمه 30. طيب بقى 5 احطهم فين؟ في حساب التصفيه. 5 حساب التصفيه عشان في النهايه اقول والله حساب التصفيه ده فيه دائم قد ايه؟ فيه مدين قد ايه؟ الفرق بينهم ايه؟ حصل مكسب ولا خساره؟ ابدا ارميهم في حقوق الملكيه واعلي بيها راس المال. او العكس، أقوم جاي واخد هنا التصفية جاي المدين أعلى، فأقوم جاي واخدها ومقلل بيها حصص رأس المال، علشان بعد كده لما أشوف النقدية بتاعتي فيها كام أقول والله نتيجة التصفية دي كلها طلعت خسارة، والخسارة دي نقصت يا عم الحاج حصتك بقيمة قد كده، ونقصت حصتك أنت كمان بقيمة قد كده، نقصت حصتك بقيمة قد كده، وهنفترض إن أنا ما عنديش التزامات تانية غير حقوق الملكيه، اخد بقى الفلوس اللي هنا وابدا اسدد الفلوس بتاع حقوق الملكيه بعد ما نقصت الخساره بتاعه التصفيه او زودت المكسب بتاع التصفيه. وهي دي اللي هتلاقيها في حساب التصفيه ب
بأشكال كتيرة جدا، ويقول لك افرض بعت بمكسب، وافرض بعت بخسارة، وافرض بعت كل حاجة على حدة، وافرض بعت كلها على بعضها، افرض أنا مش عايز أصغر كذا، إيه كل الإفراطات دي كلها والكلام القصقصي ده كله ولا ليه أي 30 لازمة لو أنت بصيت على الموضوع من فوق. الهدف من النهاية برحمك عايز توصلني لإيه؟ عايز توصلني إن أنا هديت أمي الشركة، حاضر أنا هدي لك أمها، هدي لك أمها بالطريقة اللي هتقول عليها، عايزها واحدة واحدة أهي، اقفل يا عم حساب الإيجابي، اقفل يا عم حساب الإحساس، أهو. طيب عايز تهدها كلها على بعضيها ضربة مزاد ولا 10 بشكل، حاضر أدي كل الأصول من حساب التصفية لحساب كل الأصول، والعكس بقى من حساب كل الإهلاكات إلى حساب التصفية، الله واخد بالك، وتجيب النقديه من حساب التصفيه، من حساب النقديه الى حساب التصفيه، يبقى انا كده قفلت. لو انت عينك شايفه قائمه المركز المالي قدامك وايه اللي بيحصل فيها نتيجه القيد اللي بتكتبه يبقى الموضوع سهل. يعني مثلا طبعا في ناس طريقتها ان من الصغير للكبير اللي هو ايه اللي هي المراحل العاديه خالص. نعمل القيد وبعد كده نرحل لدفتر الاستاذ وبعد كده نشوف قائمه المركز المالي، صح؟ وفي ناس تقول لك بص على قائمه المركز المالي وبعد كده نقدر نفسر كل الحسابات ناخدها من فوق لتحت لحد ما نوصل للقيد كان شكله عامل ازاي. انا ما بحبش لا ده ولا ده، انا لازم ابقى عيني على قائمه المركز المالي بتتاثر ازاي وفي نفس الوقت القيد بتاعي شكله عامل ازاي، فابقى مربط الدنيا كلها بقلب بعض، عارف وانا بكتب القيد ده هيسمع في النهايه يظهر لي ايه النتيجه. فانا لما اجي اكتب هنا اشوف هنا ده بيحصل ايه، واجي اكتب القيد الى حساب كذا ابقى عارف الحساب ده هيتاثر ازاي، شايف قائمه المركز المالي قدام عيني، بحيث ان انا لو لا قدر الله في اي حاجه غلط وانا بكتبها، يعني نفترض ان حضرتك مش عارف القيد بتاعي النقديه او نقفل ده خالص، انا بقول لحضرتك انا بعت الاصول بتاعتي وانت ما تعرفش، تمام؟ بعت الاصول، معنى كلمه بعت الاصول نقدي ان النقديه زادت، صح؟ طيب لو انت ما تعرفش يعني ايه النقديه زادت وما تعرفش ان القايمه هنا فيها النقديه المفروض تبقى فيها النقديه، وهتيجي تقول من حساب التصفيه علشان مثلا التصفيه كده تبقى في السليم الى حساب النقديه، هتيجي وانت بتكتب تقف ايه ده؟ نقديه بيع النقديه هنا في الجانب المدين، طب ازاي بعت وفلوس زادت انقص بيها النقديه؟ ده كده لا كده غلط، على طول اوتوماتيك هتلاقي نفسك بتشطب ده كده وتقول لا 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 الحساب النقديه فوق وحساب التصفية هو اللي تحت، حتى لو مش حافظ القيمة، حتى لو مش حافظه أول مرة تشوفه. ليه؟ أنت صاحي، أنت عارف إن النقدية هنا في تحت الأصول طبيعتها مدينة، إزاي في حالة البيع وفلوس أنا بستلمها وأزود بيها رصيدي تتحول النقدية من حساب المدينة لحساب ده؟ لا يمكن. والنبي لو قالوا لك لو الدكتور نفسه قال لك هتقول له لا يمكن يا دكتور مش هينفع. انت دماغك صح، في النهاية انت شايف النتيجة رايحة فين، مش غيرها اي شكل ايا كان شكله عامل ازاي، انت شايف في الاول بتكتب ايه وعلى طول الترجمة في دماغك قائمة المركز المالي فيها ايه، فعلى طول هتبقى عارف كل الشروط بقى وكل الحلول اللي ممكن يقعد يقول لك والله لو انا بعت كل اصل ولو بعت كل مش عارف ايه، طب لو بعت بربح ولو بعت بخساره ولو بعت بنفس القيمه ولو بعتهم كلهم على بعض ولو بعت حاجه حاجه ولو بعت الاصول الثابته لوحديها ولو بعت الاصول المتداوله على بعضيها، هتلاقي بقى في شروط كتير وافلام كتير موجوده في الفصل ده. لو فهمت الزتونه خلص الموضوع، اشرط عليا زي ما انت عايز تقريبا تحت رجلي برضه وهعرف احلها لك برضه، تمام؟ ليه؟ عشان انا واحد فاهم عارف طبيعه كل الاصول اللي موجوده هنا وعارف بتتعالج ازاي وعارف ان لو هبيعها كلها على بعضها هدخل حساب اسمه حساب التصفيه من البدايه، ولو بعت حاجه حاجه هصفي الحاجه حاجه دي
الاول من بعضيها واطلع رقم نت، وبعد كده اقفل الحساب بقى النت ده في النقديه زي ما عملنا هنا كده مثلا، تمام؟ والفرق سواء كسبت او خسرت يعني في اخر خطوه ايه؟ ادخل بقى هنا حساب التصفيه. فاهمين؟ بس كده. تعال بقى نشوف واحده واحده كده بالعقل ونمسك المعالجه المحاسبيه كل حاجه على حاجه. طيب عندنا المعالجه المحاسبيه لبيع الاصول. تمام؟ طيب بيع الاصول دفعه واحده، وهيديك بقى حالات زي ما احنا قلنا، هيديك حالات على الهادي كده. طيب لما هنبيع الاصول هيبقى القيد بتاعي من حساب التصفير الى حساب كل الاصول، حساب اصل كذا، حساب اصل كذا، حساب اصل كذا، تمام؟ الى مصدورين كل الاصول. طيب الخطوه الثانيه عايز اقفل بقى التهليكات الخاصه بكل الاصول دي، هيبقى من مصدورين حساب كل الاهلاكات برضه، حساب اهلاك كذا، حساب مخصص اهلاك كذا، حساب كذا اللي هم مخصصين بالاصول بتاعتي، هيبقى الى حساب ايه؟ الى حساب التصفيه. حلو؟ طيب ده كده شغل الكتاب، شغل الشرح العادي بقى. هاخدك واقول لك والله لو حصل كذا يبقى كذا، ولو حصل كذا يبقى كذا، علشان برضه الناس اللي تحبش الطريقه الخوخائيه ديت بتاعتي يحبوا الطريقه العاديه بتاعتهم بتاعت المذاكره العاديه. لو حصل وهبيع كل الاصول دفعه واحده، هيبقى من حساب التصفيه الى حساب كل الاصول، يبقى انا قفلت كل الاصول في حساب التصفيه كحساب بسيط، وبعد كده قفلت كل الاهلاكات اللي خاصه بالاصول بتاعتي الى حساب ايه؟ التصفيه. يعني حطيت كل الاهلاكات هنا وحطيت كل الاصول هنا، يبقى حساب التصفيه ده لامم كل حاجه. وبعد كده من حساب النقديه الى حساب ايه؟ التصفيه. من حساب النقديه الى حساب التصفيه. طيب في حاله بقى لو حصل، لو حصل نتيجه ده وده وده، حصل ربح، حصل خساره، هنشوفه بيتعالج ازاي في حالات لو حصل كذا ولو حصل كذا قدام. طيب كده دي الحاله الاولى. طيب لو بعت كل اصل على حاجه بقى، انا هنا في الاول بعت اجماليات، بعت كل الاصول مره واحده، هنا بقى بعت كل اصل على حاجه، هيبقى من حساب الاهلاك او المخصص بتاع الاصل بتاعي الى حساب الاصل، يبقى انا قللت قيمه الاصل بقيمه اهلاكه، جبت الصافي زي ما كنت بعمل في قائمه المركز المالي، الاصل كان اجمالي بتاعه 50، وتلاقي الاهلاك بعد منه ما بين قوسين كده ويقول لك والله 30، الاهلاك ده 30، تمام؟ يبقى 50 ناقص 30 20، هو قفل جنبي 20. دي هنا بقى انا بنهي الشركه، انا بنهي الشركه، ما كانش ينفع اعمل الكلام ده والشركه لسه شغاله، يبقى لازم اشوف الحاجه او الحساب ده اللي هو حساب الاصل ده بالصافي بتاعه، علشان لما اقول انا بعته بقد كده اعرف انا كسبت فيه ولا خسرت فيه، واقفله هو كمان كحساب، تمام؟ طيب هنيجي بعد كده بعد ما اقفل الحساب ده في حساب الاصل، هيبقى عندي اكتر من حاله. الحاله الاولانيه اني نتيجه ال 50 ناقص 30 مثلا هتديني كام؟ مش 50 ناقص 30 دي احسن نفتكره ان القيد لا مش متوازن، 50 و 30 لا ده ما بتبقاش على قيد المركز المالي بيبقى فيها ايه؟ تمام؟ طيب لو هنا الاهلاك ب 30 زي ما انا قلت كده يبقى هنا كمان 30، بس الاصل ده كان في قائمه المركز المالي ب 50، دخلت له 30 بالسالب، يبقى قائمه المركز المالي كده الاصل بتاعها فيها ايه؟ فيها 20، فيها 20. طيب ال 20,000 دي مثلا انا
بعت الاصل بتاعي ب 20,000 بالظبط. حلو؟ يبقى القيم بتاعي ايه؟ من حساب النقديه الى حساب الاصل بقيمه كام؟ بقيمه 20. يبقى انا زودت النقديه بقيمه ال 20 وقفلت حساب الاصل بال 20 اللي باقيه فيه. تمام؟ الاصل كان 50، دخلت له 30 اهلاك ودخلت له 20 نقديه اهو. يعني الاصل اتاثر ب 30 هنا في القيد ده واتاثر ب 20 هنا في القيد ده، في الحالتين دائم، فيبقى 30 و20 50 دائم، وهو اصلا الاصل مدين ب 50، يبقى الاثنين كده قفلوا بعض. يبقى انا قفلت الاهلاك وقفلت حساب الاصل وقفلت هنا كمان كملت قفل حساب الاصل بالقيمه كده، الاهلاك والاصل صفروا وحولت كل الكلام ده لايه؟ لنقديه. قيمه ايه؟ قيمه الصافي بتاعه اللي هو كام؟ اللي هو 20. تمام؟ لا كسبت ولا خسرت، انا بعت الاصل بتمنه. طيب لو كسبت بقى، يعني لو بعته ب 30 هنا مش ب 20. تمام؟ لو بعته ب 30 هنا اهو، يبقى القيد بتاعي مفرق، ما ينفعش ده 30 وده 20. لازم ادخل حساب تاني تحت هنا عشان يبقى متوازن. طيب هيبقى القيد بتاعي بقى في حاله المكسب ايه؟ من حساب النقديه الى مذكورين حساب الاصل بتاعي عادي. تمام؟ هنفترض ان النقديه دي زي ما قلنا هنا 30 والاصل بتاعي 20 وفي 10 كمان اللي هما الفرق اللي انا عايزه حساب ايه؟ الوسيط بتاعي حساب التصفيه. يبقى انا كده رميت ال 10 دول في حساب التصفيه على جنب اهو، دول ماكس. طيب لو بعت بخساره، لو بعت بخساره يبقى القيد بتاعي من مذكورين حساب النقديه. انا هفترض هنا بقى ان انا بعت، ما بعتش بايه؟ ب 30 ولا ب 20، ده انا بعت ب 15. تمام؟ يبقى الجنب اللي فوق هو اللي عايز يزيد بخمسه، فعشان كده يبقى من مذكورين 15 نقديه وخمسه حساب التصفيه بالخساره اللي انا عملتها الى حساب التوتال كام ده بقى؟ 15 و5 20 الى حساب الاصل. يعني في كل الحالات انا بقفل ايه؟ الاصل اهو بالفرق، بقفل الاصل. تمام؟ وبعالج الفرق، بعلي قيمه النقديه بالفلوس اللي انا اخدتها فعليا، وبعد ما اخد الفلوس دي اشوف الفلوس دي اقل من القيمه دي ولا اعلى من القيمه دي ولا من القيمه دي بالظبط. تمام؟ واحنا بنشرح بالسلاسه والسهوله بالطريقه الجميله دي، بتلاقي ان الطريقه دي يا ده انت كنت مصدعنا نص ساعه باول الفيديو، نص ساعه عملت الفيديو بتطلع لي وبتنزل لي وعامل لي فيها مدرس جغرافيا. لا كلام فارغ، الطريقه دي اسهل بكتير. انت صح. انت صح. وعندك الطريقه ايه؟ لا الطريقه الاولانيه اسهل، انت صح برضه، عندك الطريقه الاولانيه. انا وجهه نظري ان الطريقه الاولانيه هي اللي صح. ليه؟ علشان لو قلت لك كوكب ولا شوشر ولا اصل لو حصل ولو ما حصلش وفي الحاله وفي الحالات شيء، انا بدخلك جوه الدماغ، المعالجه بتاع دماغك بتتم ازاي؟ بدخلك ان انت لازم تشوف الموضوع من فوق كله على بعضه، لو لعبت يويو في اي حاجه عارف من تحت الشغل عامل ازاي. عارف لو شديت الحبل ده هيحصل ايه تحت؟ ولو شديت الحبل ده هيحصل العروسه اللي تحت. نفس القصه بالظبط. انت في قائمه المركز المالي وعمال تلاعب القيود. عمال تلاعب كل قيودك، كل القيود اللي انت عايز تعملها من خلال قائمه المركز المالي. هعلي النقديه، يبقى النقديه ايه؟ النقديه مدينه، هعلي النقديه من حساب النقديه لحساب ايه؟ اي حاجه. هقلل حساب راس المال، يبقى اقلل حساب راس المال، يبقى حساب راس المال دائم، يبقى انا المفروض عشان يقل اغير طبيعته. يبقى اغير طبيعته ازاي؟ يبقى من حساب راس المال، يبقى في الجانب المالي، اغير طبيعته. الى حساب ايه؟ اي حاجه. تمام؟ من فوق.
ليه بقى؟ لان مش هيجي لك يقول لك طب ولو حصل كذا ولو حصل كذا ولو حصل كذا، مش هيقول لك كده، هيقول لك حصل كذا. تمام؟ ممكن حصل كذا دي يبقى نمره 2 هنا ونمره 1 في مثال تاني ونمره 5 في حاجه تانيه. في مادة تقنية متلخبطة شايفهم لك بالترتيب ده، انت شايفها سهلة عشان هم ورا بعض، طبيعية علشان هم خطوات ورا بعض، انما لما يجي يسألك في نقطة فيهم صعبة. مفيش حاجة صعبة بإذن الله. درب نفسك سواء انت مشيت بالطريقة دي، طريقة الكتاب، طريقة الشرح، طريقة المركز، طريقة الدكتور، هي بتوصلنا لنفس النتيجة. أو الطريقة بتاعت قائمة مركز مالي قدام عينك وأنت شغال وشايف الطريقة بتاعتي. أنا بحبها. تمام؟ طيب، ما علينا. كده خلصنا الحالات بتاعت أرباح أو خسائر أو بعتها بنفس القصة. طيب، نفس القصة بالظبط في المدينين. نفس القصة في المدينين والمخصص بتاع المدينين، ديون مشكوك فيه، نفس القصه بالظبط، مفيش اي اختلاف فيه. انا لميت ان المدينين المدينين دول 100,000 ومخصص الديون المشكوك فيها 20,000، انا لميت 80. تعال نكتب، هنقفل الاول مخصص الديون المشكوك فيها في حساب المدينين، يبقى من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب المدينين. يبقى حساب المدينين كده هو عندي، انا هقفل مخصص الديون 20 و20 كده، انا قفلت مخصص الديون وقللت المدينين بقيمه مخصص الديون، يعني المدينين دي بقت عندي كام؟ بقت عندي 80,000. حلو؟ طيب نيجي للخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ انا لميت من المدينين كام؟ لميت منهم 80، يبقى 80 من حساب النقديه الى 80 برضو الى حساب المدينين. طيب كده انا قفلت المدينين، قفلت المدينين ال 100 دي ازاي؟ قفلتها ب 20 من هنا وب 80 نقديه اهو، صح؟ طيب ما عليك، لو انا حصلت 100 يعني جبت نقديه 100، طيب يبقى انا حققت ارباح من حساب النقديه الى حساب المدينين وكمان حساب التصفيه، والعكس صحيح. نفس القصه في الاصول، من مذكورين لو انا عملت خسائر حساب النقديه وحساب التصفير الى حساب المدينين. طيب نيجي بقى لحته مهمه جدا جدا جدا، ولو قعدت تذاكرها واحده واحده هتاخد منك برضو شويه وقت. لو ركزت 5 دقايق هتعرف ان هي منطقيه جدا جدا جدا. تمام؟ اللي هي يبقى احنا خلصنا كده الجنب بتاع الاصول. جنب الاصول سواء اصول ثابته او اصول متداوله خلصت. باقي عندي جنبين، ما انا بشطب دلوقتي، لو رسمت لك قائمه مركز مالي بعد كل القيود اللي انا عملتها هتلاقي ان جانب الاصول الثابته وجانب الاصول المتداوله كلها صفر. خلاص صفر يا وليد. طيب الناحيه الثانيه بقى الجانب الدائري، عندي حقوق ملكيه لسه فيها ارقام، وعندي التزامات لسه فيها ارقام، هبدا بمين فيهم؟ هبدا بالالتزامات. اوراق الدفع والدائنون واي التزامات عليا. طيب تعالى نكتبهم. التزامات واللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن اوراق دفع. عباره عن ايه كمان؟ عباره عن دائنون. عباره عن ايه كمان؟ طيب هنا بيحشر لك حته جديده، الضرايب عندنا ضرايب المبيعات والكلام من ده. لو ضرايب النهارده بنتكلم في شهر كام؟ 9،
الضرايب شهر 9 دي تدفع امتى؟ تدفع شهر 12، نعدي شهر 11، نعدي شهر 10، ونعدي شهر 11، اول شهر 12 يبدا الموضوع بتاع سداد ضرايب شهر 9. فدايما الضرايب عايزه مني فلوس بتاعت شهور قديمه، لان هي بتحصل بعد كده، بتحصل بعد كده بكام؟ بثلاث شهور او بشهرين مع بدايه الشهر التالت. تمام. فدايما هنا الضرايب محتاجه مني فلوس. يوم جاي هشرحها لك هنا في الامثله. ضرايب او ضرايب مستحقه، عليا ضرايب ولسه ما اتدفعتش. تمام. وعليا ايه تاني؟ مش انا قلت لك في الاول ان في واحد اسمه الخبير بيعمل عقد التقدير، وقلت لك هنجيب جثه زيه بالظبط كده تعمل التصفيه، يبقى فيه برضو المصروف بتاع التصفيه. طيب وفي ايه تاني؟ في طبعا انت ما شفتش قبل كده قائمه مركز مالي برضو فيها اجور ومرتبات، بس علشان هنا القانون بيقول ترتيب معين لازم اذكر لك الاجور والمرتبات. فلو الشركه فيها اجور ومرتبات برضو يبقى لازم تدفع. طيب في ايه تاني؟ تعالى بص، قروض للبنك، قروض للغير مش قروض الشركة. تمام. طيب ايه كمان؟ خلينا كده حلوه، خلينا كده حلوه. طيب طبيعي ايه الترتيب؟ انا عندي شويه فلوس خلاص، هنا الالتزامات وهنا حقوق ملكيه صح، وفي هنا حصه الشريك تيتي وتوتو وسوسو، حصه الشرطه. تمام. وعندي هنا شويه التزامات، وعندي هنا مبالغ الوصول ايه؟ ما عنديش خلاص بقى، عندي هديه بس، مش كل حاجه من دول اتحولوا لهديه. طيب يبقى انا عندي ايه؟ نقديه في جانب الاصول، وعندي شويه حقوق ملكيه اهو، دول على جنب ماليش دعوه بيهم، ودول للالتزامات. عندي فلوس ايا كان بقى، ما هو الحالات دي هيقول لك في حاله الفلوس تكفي، وفي حاله الفلوس ما تكفيش، وفي حاله الفلوس تكفي بالظبط. فهنفترض دلوقتي ان الفلوس اللي هنا ما كفتش، ليه؟ ما هو اصلا في شرط في او في حاله في التصفيه او يعني 50% من حالات التصفيه ان الشركه بتقع، الشركه بتقع، فطبيعي وبديهي يبقى المشكله الاكبر اللي بتظهر اكتر هي ايه؟ هي ان الفلوس دي النقديه دي كمان مع بيع الاصول كخرده او بتصفي خلاص، مع ان انت بتبيع بسرعه، كل ده بيوقع قيمة الأصول أو هيوقع قيمة الأصول. يعني مش طبيعي إن أنا أبيع بأرباح دايما، مش طبيعي بقى إن أنا أبيع بخسائر دايما، بس أنهي الأكتر؟ الخسائر وأنا ببيع، وخصوصا وأنا مزنوق، وخصوصا وأنا عايز بسرعة أصفي، فطبيعي إن أنا أخسر في الأصول بتاعتي. فده يأثر على إيه؟ على الموقف المالي بتاع النقدية، إن هي تزد كل الجنب ده. فببدأ بإيه؟ ببدأ بالالتزامات. طيب بدأت بالالتزامات، أي حاجة بتاعت الالتزامات، أنهي أوراق الدفع والتأمين دي ولا إيه؟ ولا أبدأ بالضرايب؟ ولا أبدأ بمصاريف التصفية؟ ولا أبدأ بأجور ومرتبات؟ ولا أبدأ بقروض؟ ولا أبدأ بإيه؟ ولو مثلا القصص دي كلها في مصاريف قضائية، ما هو طبيعي برضه ان الشركه وهي بتصفي يحصل مشاكل كتير، فبيبقى في مصاريف قضائيه، والمصاريف بتاعت التصفيه دي مصاريف برضه داخل فيها مصاريف قضائيه. طيب المصاريف القضائيه نمره واحد، البلد تاخد حقها تالت وتالت، البلد تاخد حقها تالت وتالت، البلد ده ليه؟ البلد دي اللي هي ايه؟ اللي هي في المصاريف القضائيه. لا، وفي حاجه تانيه اللي هي ايه؟ بالظبط، اللي هي الضرايب، تاخد ضرايبها. معلش، فيه مصاريف الضرايب المستحقة، يبقى البلد هنا نمرة واحد، المصالح الحكومية نمرة
واحد. نمره اتنين، الراجل اللي انا جايبه من بره ده اللي بيعمل لي التصفيه ده ياخد فلوسه قبل اي حد. مصاريف التصفيه بياخد فلوسه كده على طول، تمام؟ اي مصاريف تخص التصفيه هو الراجل اجر ايده كمان، والكلام ده كله لازم ياخدها، تمام؟ طيب ادي مصاريف التصفيه. بعد كده ايه؟ ومصاريف القضائيه خلصت. بعد كده اجور ومرتبات. اجر بقى الناس اللي شغاله في الشركه اللي هتتسرح دي، حقوقهم واجورهم ومرتباتهم. دي ثالث حاجه، يعني النقديه دي لو مش هتكفي كل دول لازم امشي بالترتيب ده، ولو هتكفي كل دول لازم امشي بالترتيب ده، لان ايه؟ مش هتقعد انت تحسب وتشوف هتكفي، لا مش هتكفي، لا انت تريح دماغك وتمشي بالترتيب ده. مصاريف قضائيه وضرائب ده حق البلد، هيقول هيدفع هيدفع اول حاجه، تمام؟ بعد كده مصاريف التصفيه، مصاريف اجور مرتبات، ينط هنا على طول البنك يقول لك حقي. هنا قروض بنكيه حقي. طيب باقي ايه كده؟ هو كده باقي ايه؟ باقي بقى الدائنون واوراق الدفع. يلا بينا ندفع بقى الدائنون واوراق الدفع. بعد ما يتبقى شويه فلوس هنا نبدا نشوف حقوق الملكيه فوق، ونقول والله معلش والله اتبقى لي فلوس قد كده اهي واهي واهي، تمام؟ طيب يلا بينا ناخد مثال نشوف المثال بيجي شكله عامل ازاي. طيب مثال رقم 16 في الملزمه الاخيره بتاعت الفصل السابع، بيقول ألف وب وج شركاء في شركة تضامن، يقتسموا الأرباح والخسائر بنسبة 2-2-1. قرر الشركاء التصفية وقد ظهر المركز المالي بالطريقة الفلانية، وجايب لك قائمة المركز المالي بعناصرها، أصول ثابتة 40,000، مخصص إهلاك عقارات 28,000، الصافي بتاعهم 12,000، سيارات 30، مخصص إهلاك 14، الصافي بتاع السيارات 16، أساس 10، مخصص إهلاك أساس 16، الصافي 4,000، مجموع الأصول الثابتة 32,000 اللي هي 12 و16 و4,000، وبعد كده أصول متداولة جايب لك بضاعة ب30، مدينون 16، مخصص ديون مشكوك فيها 13، الصافي بتاع المدينون 13,000، والنقدية ب 67,000 جنيه، خسائر مرحلة 50,000 جنيه، مجموع الكل عبارة عن 149,000 جنيه. الناحية التانية في حقوق ملكية 40-40-20 اللي هي نسبة 2-2-1 اللي هو ذكرها لي، بتوتال حقوق ملكية 100,000 جنيه، حسابات جارية شريك ألف 5,000، شريك ب 3,000، وبمجموع 8,000، مخصص الضرائب 5,000، الدائنون 36,000 جنيه بمجموع 149,000 جنيه. فإذا علمت أن المتحصل من بيع الأصول وتحصيل الديون 30,000 جنيه، هنا عملها لك على خطوة واحدة بالتوتال، قال لك الأصول والمدينون الديون يعني اللي عليا، يبقى كل الأصول والديون مش هيتبقى في الجانب بتاع الأصول اللي ظاهر فيه الأصول غير النقدية والخسائر المرحلة فقط، يبقى مطلوب مني أصفي كل ده، تمام؟ طيب بلغت مصاريف التصفية 6,000 جنيه والضرائب المدفوعة 4,000 جنيه، تم سداد الدائنين بالكامل، المطلوب إجراء قيود اليومية للتصفية وتصوير حساب التصفية. قال لك هنا في المثال جايبها لك خلصانة، يعني إيه؟ يعني جايبها لك كلها في قلب بعض زي ما قلنا في الطريقة الأولانية اللي هي الحاجة السهلة اللي هي الخطوات السهلة. هو هيقفل كل القايمة مرة واحدة، هياخد كل الأصول باعها مرة واحدة بما فيها المدينون برقم واحد، فهو بيقول لك صفي القايمة مرة واحدة. فهنا هنعمل الأول القيد بتاع الإهلاكات، هناخد كل الإهلاكات اللي مذكورة عندي في قايمة المركز المالي اللي جايبها لي، اللي هو مخصص إهلاك العقارات، مخصص إهلاك سيارات، مخصص إهلاك الأساس، مخصص الديون المشكوك فيها. هنلم الأربع أرقام دول
من مذكورين الحسابات دي كلها بأرقامها إلى حساب التصفية بالإجمالي اللي هو 51,000 جنيه إقفال المخصصات. الخطوة الثانية هو إن أنا هقفل كل العقد، كل الأصول الثابتة اللي عندي والمتداولة اللي هي المدينون يعني في حساب التصفية برضو، وهقول القيد بتاعي من حساب التصفية إلى مذكورين عقارات وسيارات وأساس وبضاعة ومدينون إغلاق حسابات الأصول في حساب التصفية. يبقى أنا لميت كل الحسابات اللي عبارة عن أصول عقارات وسيارات وأساس ومدينون وبضاعة وحطتهم في جنب في حساب التصفية أو قفلتهم في حساب التصفية، والمخصص الإهلاك للعقارات وللسيارات والأساس والديون المشكوك فيها برضو قفلتها في حساب التصفية، وهاخد الرقم اللي هو باع بيه الكلام ده كله المتحصل من بيع الأصول وتحصيل الديون اللي هو 30,000 جنيه، هقول من حساب النقدية 30,000 جنيه إلى حساب التصفية، من حساب النقدية 30,000 جنيه إلى حساب التصفية بيع الأصول وتحصيل المدين. طيب هندفع مصاريف التصفية اللي هي 6,000 جنيه من حساب مصروفات التصفية إلى حساب النقدية 6,000 جنيه، وهنقفل القيد بتاع المصروفات لأن احنا بنقفل خلاص، فما ينفعش أنا لما أجي ألاقي القيد بتاع من حساب المصروفات ده مفتوح في قائمة عندي، هناخد من حساب مصروفات التصفية إلى حساب التصفية، يبقى أنا كمان قفلت حساب مصروفات التصفية ده في كمان في حساب التصفية، عشان يبقى عندي هو حساب واحد بس اللي هو حساب التصفية في النهاية هو اللي فيه كل الأرقام. وبعد كده هنعلينا ضرائب اللي دفعناها اللي هي 4,000 جنيه من حساب مخصص الضرائب إلى حساب النقدية، وبعد كده هقفل برضو حساب مخصص الضرائب إلى حساب التصفية. يبقى أنا لما باجي بدفع مصروف بدفع المصروف باسمه، وبعد كده باخد اسم المصروف ده واقفله كمان في حساب التصفية. ليه؟ علشان خاطر في النهاية يبقى في نتيجة للتصفية شاملة وكاملة فيها كل اللي أنا تحملته من مصروفات وفيها كل اللي أنا بعته وحصلته كنقدي كبيع وأرباح وخسائر وكل حاجة. بالتالي في النهاية هوصل لرقم، الرقم ده هيبقى لا إما أرباح يا إما خسائر هبدأ أتعامل بناء عليها. طيب هنيجي بعد كده قال ان هو دفع الدائنون بالكامل يعني 36,000 جنيه من حساب الدائنون 36,000 جنيه الى حساب النقدية. كل دي الشروط اللي هو كاتبها في اذا علمت ان يعني المتحصل دي اللي هو انا عملت القيد بتاع الاصول الاول وبعد كده الاهلاك او الاهلاك والاصول وبعد كده بعت او اثبتت البيع 30,000 جنيه، دفعت المصاريف التصفية والضرائب، سددت الدائنين بالكامل، تمام كده انا المفروض عملت كل الخطوات اللي هو قال لي عليها. المفروض ان احنا هنشوف حساب التصفية. قبل ما نشوف حساب التصفية في عندي نقطة انا ما ذكرتهاش في الشرح ما جاتش فيها اللي هي الخسائر المرحلة. ما انا لو تخيلت القائمة دي كده عقارات المخصص بتاعها اتقفلوا، سيارات المخصص بتاعها اتقفلوا، الاساس المخصص بتاعها اتقفلوا، الاصول البضاعة كمان اتقفلت، المدينون ومخصص الديون المشكوك فيها اتقفلت، باقي عندي النقدية وخسائر مرحلة. خسائر مرحلة دي هاخد ال 50,000 واقسمها بنسبة 2:1 وهرميها في او هقلل بيها الحقوق الملكية اللي عندي اللي هي هنا في حقوق الملكية ال 40 و 40 و 20، بحيث ان انا الجنب ده عندي كله ما يبقاش فيه حاجة غير النقدية، تمام؟ فهنيجي هنا ونقول من حساب رأس المال الشريك ألف ب20 والشريك ب20 والشريك جيم ب10 مجموع الكل 50 اللي هي الخسائر المرحلة. يبقى أنا قفلت كمان الخسائر المرحلة وقفلت بيها رأس المال. طيب تصوير حساب التصفية هنشوف زي ما عملنا كده على الوايت بورد من شوية، وقلنا ان الجانب المدين هيظهر فيه الى مذكورين كل الاصول اللي اتقفلت ب 126,000 جنيه، والحساب الجانب الدائن هيظهر فيه من مذكورين التصفية بالرقم الثاني
والمصروف اللي اتدفع اهو 6000 جنيه وال 30000 النقديه، احنا كده بنرحل القيود بتاعتنا، فال 30000 اللي اتباع بيهم اهو زي ما متعودين نرحل من حساب النقديه الى حساب التصفيه، يبقى حساب التصفيه ده دائن، هنقف في الجانب الدائن من حساب التصفيه وهنذكر السبب اللي خلاه دائن هو من حساب النقديه اللي هو الطرف الثاني بقيمه 30000 جنيه ومخصص الضرائب. ليه مخصص الضرائب هنا ب 1000 رغم ان انا دافع 4000 جنيه؟ تعالى كده نشوف هنا في الجانب ده، هتلاقي ان مخصص الضرائب اللي انا كنت حاسبه هو عباره عن 5000 جنيه، عباره عن 5000 جنيه. انا دفعت كام؟ انا دفعت 4000 جنيه ضرائب، دفعت 4000 جنيه ضرائب، وبالتالي هيبقى عندي فرق ما بين ال 5000 وال 4000 هيتقفل في حساب التصفيه علشان الحساب ده يقفل خالص، وهعتبر زي ما انا نسيت اقول القيد ده، هعتبر ان ال 1000 جنيه دي ارباح. انا كنت عامل حسابي ان عليا التزامات عباره عن 5000 جنيه هدفعهم للضرايب، الضرايب قالت لي لا انت عليك 4000 بس، فاعتبر ان ال 1000 جنيه دي ارباح، فهقول من حساب مخصص الضرايب الى حساب التصفيه بفرق ال 1000 جنيه. ليه؟ لان انا دافع فيها 4، يعني لو بصينا على قائمه المركز المالي هلاقي ان المخصص الضرايب هنا ب 5000 جنيه في الجانب الدائن، انا رميت له 4000 جنيه من حساب المصروف الى حساب النقديه، حطيت له 4000 جنيه، فاتبقى هنا في الحساب ده 1000 جنيه، اقفله فين؟ اقفله في حساب التصفيه بقيمه ال 1000 جنيه كارباح او ترحيل فرق، هيتعالج كانه ارباح. طيب وهنرصد الحسابات 132000 132000 اللي هو مجموع ال 126.6، وهشوف ال 50000 دي هتبقى عباره عن ايه؟ ايوه عباره عن خسائر. والمفروض كده انا دفعت كل الالتزامات اللي عليا خلاص. لو بصينا برضو الناحيه الثانيه على حقوق الملكيه وجاري الشركاء والكلام ده كله، انا دفعت مخصص الضرايب ده وقفلت حسابه، والدائنون كمان دفعتهم وقفلت حسابهم، وهم دول الرقمين اللي يهموني، الباقي كله في حقوق الملكيه كده كده هيتقسم عليهم بعد ما اشوف المكسب او الخساره نتيجه التصفيه. فهاجي اشوف هنا طلعت خسائر بقيمه 50000 جنيه، احط ال 50000 جنيه هنا كرصيد مرحل، وهبدا اقسم راس المال على راس المال على حسابات الشركاء 20 20 10 برضه بنفس الطريقه، وهنا هتبقى 50000 بالانس، 50000 بالانس بتاعي زي الفل. تمام. طيب يبقى احنا عندنا خسائر تصفيه 50000 هنثبتهم برضك بالقيد من حساب راس المال، هقلل بيهم راس المال الى حساب الخسائر المرحله ب 50000 جنيه، والشركه هتدفع الجاري ال 5000 وال 3000 الى حساب النقديه، يبقى انا دفعت كمان ايه الحساب بتاع الجاري بتاعهم ال 5000 وال 3000 اللي كانوا عليا، وشكرا كده انا خلصت التصفيه. هي كانت تصفيه او كان مثال شويه سهل علشان بس الفكره توصل، واتمنى يكون الشرح كان شويه مليان تفاصيل علشان تقدر تلم الاسئله اللي انت هتتعرض لها بقى في الكتاب بتاع التطبيقات. لازم طبعا تنزل كتاب التطبيقات، او لو انت كمان عندك تطبيقات او بتجيب ملازم او بتشوف امتحانات قبل كده، اتمنى ان انت تذاكر من الاسئله وتحل اسئله كتير. خلاص اعتقد ان وقت الشرح خلاص كده انتهى، انت هتبدا دلوقتي تاخد اسئله كامله وشامله وتبدا تحل اللي انت عارفه كله، والنقطه اللي انت مش عارفها هترجع، سواء هترجع للملزمه او هترجع للكتاب او هترجع للملزمه اللي انت شاريها من بره او هترجع للفيديوهات عندنا،
هترجع باي شكل ايا كان على النقطه اللي انت شاكك فيها او مش عارفها، ولو في اي تفاصيل تانية انت حابب تسالنا فيها اكتبها لنا تحت الفيديو في اي كومنتات باي طريقه ايا كان، سواء على اليوتيوب او على السوشيال ميديا او على الواتساب، ابعت في اي حته ان شاء الله هنرد عليك، وان شاء الله باذن الله من نجاح لنجاح، واتمنى ان انا اسمع عنك خبر خير باذن الله. يلا، السلام عليكم.